الاثيوبي. المنتخب الاثيوبي يتحصل على فرصه صالحه للتسجيل. صلاح الدين سعيد اللي تمكن من كسب ركله جزاء. شوف الاعاده، هجوم كان خاطف وسريع، وسط باهته واضحه في الدفاع الصبي. صلاح الدين سعيد يمر والعرقله كانت واضحه من ركله جزاء. ركلة جزاء صالحة للمنتخب الاثيوبي. شوفوا الإعادة مرة أخرى، تدخل كان واضح تماما من جانب المدافع لونجو. لونجو كان وراء التدخل، وصلاح الدين أبرز لاعبي المنتخب الاثيوبي. صلاح الدين سعيد يكسب ركلة جزاء. هل ينجح المنتخب الاثيوبي في التسجيل؟ هل بمقدور المنتخب الاثيوبي أن يخطف هدف الأسبقية؟ إذن في انتظار تنفيذ هذه الكرة، فرصة للتسجيل. صلاح الدين يضيع التألق.